طبعا الاجواء بعد تصريح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اشعلت كثير ربما كثير التوجس لدى الاطار التنسيقي الذي يمتلك العناصر والسلاح المنسلخ وكذلك يمتلك العناصر الغير منضبطه من داخل الحشد الشعبي. طبعا منذ يوم امس ولحد هذه اللحظه يتوافد الكثير من انصار الكتل المعترضه من المحافظات الجنوبيه الى العاصمه بغداد للتظاهره اكثر او لربما للغه ثانيه للخطاب، يعني اللغه التي تكلم بها زعيم التيار الصدري اشبه بالقنبله فجرها على الاطار التنسيقي. هنالك الاطار الشيعي انقسم الى نصفين، النصف الاول هو من يريد اعاده العراق ربما او انتشاله من منزلق ونفق الظلمات، والاخر هم يريدون ومصممون على انهم فائزون بالانتخابات التشريعيه. طبعا هنالك انتشار امني مكثف على خلفيه ما قاله التيار الصدري وانتشار امني ايضا لانصار انتشار امني للقوات حفظ القانون وكذلك وزارتي الدفاع والداخليه وكذلك ايضا على خلفيه ما جاء به الزعيم التيار الصدري طبعا اردك الاطار التنسيقي وانزل عناصره بالاضافه الى سوح الاعتصام، يعني واليوم نشهد سوح اعتصام ثلاثه انفتحت في العاصمه بغداد في بوابه الرابعه من منطقه القادسيه وايضا بوابه جسر المعلق توافد كبير وكثير وبوابه وزاره التخطيط. حاولوا ورفعوا يافطات من ضمنها ان مصطفى الكاظمي هو خان العراق والقاضي جليل عدنان خلف اللي هو رئيس مجلس المفوضين قالوا انه هو من سرق وبالاضافه الى جنين بلاكارت اتهموها بالتزوير وبالخيانه العلنيه.